طيب تستأنف في الباندا، في استكشاف الباندا. شفنا المرة الماضية أن الباندا هي عبارة عن مجموعة من أو هي عبارة عن مكتبة للتعامل مع البيانات. إيش المكونات تبعتها؟ سيريز وديتا فريم. سيريز يعني عمود، وديتا فريم عبارة عن مجموعة من الأعمدة مع بعض، هي لها إندكس. وشفنا كيف ممكن يكون أنه الإندكس عبارة عن رقم أو عبارة عن كي، تمام؟ وشفنا كيف انه احنا نحدد نختار عمود وكيف نختار صف، تمام. وشفنا كيف نقرا البيانات من فورماتس مختلفه، سي اس في، جيسون، واس كيو ال. كذلك الكتابه ممكن اكتب على فورمات مختلفه، تمام. الان نشوف بعض الدوائر اللي ممكن تساعدني في استكشاف هاي البيانات واللي احنا حنستخدمها في حل الاكسرسايزز على الكاجل. في عندي الدي اف، هذا في عندي دالة اسمها ديسكرايب، تمام. ايش بترجع لي؟ بترجع لي statistics. ايش هي الستاتستكس؟ الكاونت، كم سجل انا عندي. في الابلز في عندي اربع سجلات، وكذلك في الاورنجز اربع سجلات، هاي تمام. بيجيب لي المتوسط، الستاندرد ديفيشن، المين والماكس، تمام. طبعا هنا بيجيب لي الكاونت قديش نسبة 25%، قديش انه النسبة بتمثل، و 50% و 75%، تمام. الان هذه الديسكرايب كتير، يعني هذه الخطوة اساسية لما احمل داتا، اي داتا سيت لازم انه انا اطلع عليها، لانه باخذ نظرة عامة على شكل البيانات الموجودة عندي. يعني على سبيل المثال حملت داتا سيت تحتوي على البروفايل تبع الكاستمرز اللي موجودين عندي. اصغر كاستمر موجود عندي قديش عمره؟ فايش بروح بطلع على الاتريبيوت ايج، بجيب المين. طب اكبر اكبر موظف موجود عندي قديش عمره؟ هذا الكلام برضه ممكن اطبقه على الكاستمرز بهذا الشكل. قديش متوسط الاعمار تبع الكاستمرز تبعون المتجر تبعي؟ كل الاجابات هذه بستيتمنت واحده بقدر انه انا احصل عليها، تمام. شغله اساسيه انه انا اتعرف على الدومين، اشوف قديش انه نطاق البيانات والشغلات هذه كلها. برجع بذكركم في السوفت سكيلز تبعت الداتا ساينس انه لازم يكون في عندي دومين نوليدج. في الدومين نوليدج انه انا بتعرف اكثر، انه انا عندي الطلاب قديش فئه الاعمار تبعتهم، الموظفين في الشركه، الكاستمرز اللي موجودين عندي. حكيت هاي ممكن انه انا اعرضها بشكل مختلف، انه اقلب الصف عمود والعمود صف باستخدام الترانسبوز. ففعليا هنا حط لي اسماء الاعمده، وهنا حط لي الستاتستكس. فبالتالي هيك صارت ريدبل اكثر، انه الابل الكاونت 4، المتوسط 1.5، الانحراف المعياري، تمام، والمين والماكس. الانحراف المعياري كمقياس من مقاييس الإحصاء، شو الدلالة تبعته؟ مدى تشتت البيانات، قديش بتبعد عن المتوسط، نعم. ففعليا إذا كان الستاندرد ديفيشن إنه كان كبير، معنى ذلك إنه أنا في عندي تنوع كبير في البيانات. أما إذا كان أقل، بيكون إنه بيكون إن بالضبط إنه هي كلها حوالين المتوسط. على نظام المحاضرة الماضية، لو أنا كل دالة في الديتا فريم بترجع لي ديتا فريم، أو على هذا الأساس في المحاضرة، على أساس المحاضرة الماضية بدي أختار صف أو عمود، بدي أعرض الستاتستكس للأبلز، كيف ممكن أسوي؟ مش هاي بترجع ديتا فريم؟ ببساطة عفوا، انا بدي اختار صف، بدي اعمل لوك، هذا مش عمود، دوت لوك، وهنا بكتب
تمام؟ فراح جاب لي الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن والمن والماكس لمين؟ لفقط للابلز. تمام؟ طيب لو اجيت سؤال انا بدي اعلى قيمه في الاورنجز، كيف؟ ترانسبوز هو نفس الجدول هذا بس احنا عكسنا، فانا ضليتني شغال على هذا الجدول، فعشان هيك انه انا نقلت الاشي بالكامل، هو الجدول اللي ظاهر امامكم على الشاشة. كيف؟ بقلب الصف عمود. ليش ما قلبش؟ هاي اطلعي على هذا، هاي ابل واورنجز، هذه كانت في الاعمدة، ايش صارت هنا؟ في الصفوف. هنا هذا احنا انا ايش عرضت صف، وعرض الصف في الباندا بعرض لي اياهم جنب بعض، بعرض لي اياهم تحت بعض، يعني لو هنا ايش لترانسبوز بلا بتبطل اللوك، بتبطل تنفع يعني، بس بالضبط يعني هذا الكلام بطريقة أخرى. نفس الاشي بالضبط، تمام؟ هيك أنا بصير بختار عمود، تمام؟ طب لو بدي أعلى قيمة في الأورنجز، بنحدد الماكس تبع الاورنجز، نشتغل على الصف ولا العمود؟ انا ممكن اجيبها بطريقتين. هاي الديسكرايب كمان مره عشان ينعرض الجدول معانا، تمام؟ ايش بدي اجيب من عمود الاورنجز صف الماكس، فبروح بحكي له دوت اورنجز. بقدر اسوي زي هيك بدون داعي للبراكت، بالضبط، دوت لوك ماكس، طيب حقيت هذا انا بس مجرد انه عملت سيلكت من تيبل من داتا سيت، وهذه اوريدي كومبيوتد. ممكن اسوي ايش؟ انه انا df dot oranges ايش برجع لي؟ عمود. هي جاب لي اياهم كلهم تحت بعض 0 3 7 2. ايش بروح بحكي له؟ هذه as a function زي هيك، جيب لي الماكس تبعها 7، تمام؟ اوكي. طيب في عندي كذلك، يبقى هاي داله الديسكرايب، وشفنا قديش انه هي مفيده، باخذ فكره عامه عن البيانات. في عندي داله الهيد، بتجيب لي اول 5 سجلات، تمام؟ وممكن ادي لها باراميتر يا باي ديفولت 5، ممكن اقول له بدي اول 2. وعندي داله التيل بتجيب لي السجلات من تحت، اخر سجلين تمام. نعم تفضل.
نحمل الداتا ست الثانية. الداتا ست الثانية انه ممكن انه احنا نشتغلها مع بعض على الجوجل كولاب. فنفتح كولاب CSV. هذا باخذ الرو تبعه بنسخه زي هيك، وهنا حط الكوماند wget مع المسار. كيف اسمها؟ IMDB movie data. تمام. بعدين بدي احملها movie data بتساوي اول import pandas as pd هنا pd dot from read CSV ومنعطيها هاي البنات. شوف هيت. تمام. أو خلينا قبل الهيد نعمل describe، يعني نعمله في سيل مختلفة. كم سجل أنا عندي؟ كم سجل في الأفلام؟ ألف. تمام. طيب أطول فيلم كديش مدته بالدقائق؟ 191. أقصر فيلم 66. كديش متوسط طول الأفلام؟ 113 دقيقة. تمام. بالنسبة للريتينج، ايش اقل ريتنج انا عندي؟ يعني تقريبا 2، واعلى ريتنج 9. تمام. هجيت بخصوص الارباح، ريفينو مليونز، اعلى فيلم حقق ربح قديش حقق؟ 936 مليون. وأقل فيلم ولا مليون، أقل من مليون يعني. تمام. قديش متوسط الأرباح؟ 82 مليون. تمام. فهيك أنا أخذت فكرة عامة عن الداتا سيت في الدومين هذا. الدومين هذا إنه أنا عندي داتا سيت تبعت أفلام، إيش فينا عندي أعمدة؟ خلينا نشوف. أنا في عندي أعمدة الرانك والير. في عندي الير، صحيح. الير اقدم فيلم كان قديش؟ متى اقدم فيلم؟ 2006. احدث فيلم 2016. تمام.
فبالتالي بديسكرايب باخذ لمحه عامه عن الداتا سيت. نشوف الهيد ايش الاعمده الموجوده عندي. في عندي 0 1 2 3 تمام، هذا عبارة عن الاندكس تمام. في عندي عمود الرانك، عمود التايتل، اسم الفيلم، وفي عندي الجينر اللي هو نوع الفيلم، اذا كان اكشن ولا ادفنتشر ولا ساينس فيكشن ولا شو بالضبط، افلام اثارة علمية ولا مغامرات ولا افلام اكشن. الديسكريبشن وصف عن الفيلم، الدايركتور المخرج، الاكتورز لسته من الاكتورز، السنه بالاضافه للران تايم والريتنج والفوتس والريفينو والميتا سكور تمام. طيب الان اي عمود انا ممكن اعتبره الاندكس تبعي. ممكن الرانك، خلينا نشوف التيل، متسلسلة لغاية الألف ممكن أعتبر هذا العمود. طب التايتل ممكن أعتبره كذلك، ليش لا؟ ممكن الفيلم نفس الاسم ولا هم مخرجين الافلام بروحوا بتطلعوا اذا الاسم هذا كان فيه له، يعني الاسم هذا موجود ولا مش موجود عشان يطلقوا الاسماء الافلام تبعتهم. كيف ممكن؟ طيب احنا ممكن نجيب هاي الشغله كيف؟ لا ممكن الرانك احنا نعتبره لانه الرانك مش متكرر تمام، ونقول الرانك ونقول هنا في عندي دالة اسمها يونيك. بدي اجيب اليونيك فاليوز الرانك الار كابيتال. طيب ترجع لي الري، نروح بنجيب اللم تبع الري 1000، والتايتل999، يبدو انه في فيلم متكرر. تمام، فبالتالي ممكن اخذ قرار انه انا اعتبر انه الرانك ولا التايتل هو الاندكس فاليو. فخلينا نجرب انه نرجع نحمل الداتا سيت ونحكي انه الاندكس كولوم حط اسم
تمام، هي صار انا عندي الرانك. او ممكن ناخذ التايتل، بعتقد انه هو ممكن انه هو يقبلها، اخذ التايتل تمام، هو الاندكس انا عندي حطه هو اول واحد تمام. فهنا انا عندي 1000 رو في 11 كولوم تمام. في عندي برضو كذلك الدالة بالإضافة للديسكرايب، خلينا نشوف، في عندي دالة لما أحط داتا فريم أنا عندي بهذا الشكل بجيب لي يعني زي الهيد بالضبط، وممكن في عندي دالة اسمها انفو تمام بالضبط. ايش بتروح بتطلع لي؟ بتطلع لي معلومات انه كل واحدة هذه اسم الكولوم، عدد الفاليوز تمام، وايش التايب تبعها، الداتا تايب تبعها تمام. وهذه الداتا سيت قديش حاجزة من الذاكرة؟ 133 كيلو تمام. حكيت انا ممكن اعرف الدايمنشن تبعت الداتا سيت بهذا الشكل، زي ما حكيت انه بكتب اسم الداتا سيت، فهو بحكي لي هنا في الاخر هنا 1000 رو في 11 كولوم. او في عندي شغله ثانيه انه بروح بستدعي حاجه اسمها دوت شيب، عندي 1000 في 11، اعرف الدايمنشن، عندي 1000 صف رو في 11 عمود طيب. الان بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل مع الدوبليكيت فاليوز. عشان نعمل دوبليكيت ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل بالضبط، بدنا نعمل ابند للموفي داتا، انه نعملها ابند، يعني انه بنعمل temp موفي بتساوي وبديها نفسها، وهنا بعديها بنرجع بنشوف الشيب قديش صار. عفوا لهي صارت 2011، 2000 سجل و11 عمود تمام. يبقى دالة الابند فعليا ايش بيسوي؟ بحط داتا فريم تحت داتا فريم تحتيه تمام. كيف؟ لا، حطيته في متغير مؤقت temp تمام. طيب الان كيف بدي اتعامل مع الدوبليكيت داتا؟ هذول بدي اشيلهم، هاي موجودين انا عندي في temp داتا. لاحظوا انا عندي لما استدعي دروب ايش في عندي؟ في عندي دروب لحال، وفي عندي دروب لحال بدي اديها باراميتر، وفي عندي دروب ان اي ايش الدوكيومنتيشن بحكي تبعها، شايفين وين؟ ريموف ميسنج فاليوز تمام. وفي عندي دروب دوبليكيتس ايش بيسوي؟ اذا في عندي متكرره بروح بشيل اياها. احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ريموف للدوبليكيتس، ونرجع نشوف الشيب كمان مره، حنلاقي انه رجع، انه انا الاقي دوبليكيت في الداتا هذا وارد جدا، فبالتالي انا ممكن اتعامل معاه بهاي الكيفيه. كيف؟ صحيح صحيح. ف
متغير جديد أو نفس المتغير، ممكن أحكي زي هيك. تمام؟ أو ممكن هاي شوف الشيب تبعها، شال الدوبليكيتس. أو ممكن إيش أسوي؟ إنه أرجع أشغل هاي عشان يصير 2000. تمام؟ وأرجع هنا إيش أسوي؟ بدي أعمل نتأكد من الشيب، هيو 2000، وأروح هنا أحط باراميتر اسمه in place بتساوي true. شو معنى هذا الكلام؟ يا اما بساوي انه التيم داتا بتساوي التيم داتا ريموف دوبليكيتس عشان يخزن لي الدوبليكيتس اللي هو شالها، او بحط الباراميتر هذا in place بتساوي true، معناها انه غير لي في البيانات الاصليه. خلينا نشوف الشيب تبعها بعد ما انفذ هاي، فبلاقي انه هو 1000. تمام. طيب ايش الأعمدة الموجودة عندي؟ كيف بدي اجيب لسه من الأعمدة؟ هذه بترجع لي لستة من الأعمدة. فقط أسماء الأعمدة. طب بدي أختار، خليني أنا أرجع على الداتا ست الأصلية. موفي داتا. بدي أختار سبسيت من الداتا ست هاي. التايتل عشان استخدمته انا اندكس. اجيب الرانك. بدي اياكم تلاحظوا هنا ايش بتلاحظوا. انا جبت عمود صح؟ قديش جاب لي؟ هي 1 2 3 4 5، بعدين حط لي نقط نقط نقط، وبعديها اخر خمسة، اول خمسة نقط 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 اخر خمسة، معنى ذلك انه هذه لستة كبيرة، جاب لي بس اول خمسة واخر خمسة بس للفيو، عشان اعرف انه هي لستة كبيرة. فهيك انا عملت سيلكت ل 1 كولوم. ممكن نعمل سيلكت للكولوم هذا زي ما تعودنا as dictionary rank. هذا ايش بترجع لي؟ data frame. نعم. طب بدي اختار two attributes. الرانك والايش مثلا والفوتس او الدايركتور. شو سويت هنا؟
بالظبط. يبقى هنا اخدت سبسيت من الداتا سيت هذه، اخدت فيه منها عمودين بس، تمام. يبقى هنا انا عندي 1000 رو، 1000 رو في عمودين. هنا الكولومز بتجيب لي كل الأعمدة، تمام. ممكن أخذ على سبيل المثال جزء من الأعمدة هذه وأعمل سبسيت منها، فبقول إنه سب موفي داتا بتساوي موفي، وهنا بحطها في ليست. ممكن نبسط الكود يكون ريدابل اكثر، اقول سيلكتد كولومز بتساوي، احطهم في ليست. هنا بدي اخذ الرانك والجينر، او خلينا اخذ الديسكريبشن والير ثلاثة، تمام. وروح بحكي له هنا بدي اخذ سبسيت منها بهذا الشكل، شوف الشيب تبع هاي، ألف في ثلاثة. هذه شغلة كتير مهمة، انه انا بديش اخذ مرات الداتا سيت كلها، بروح باخذ سبسيت منها، هذا على مستوى الصفوف، على مستوى الأعمدة عفوا. تمام. في بعض الأعمدة ممكن أعملها رينيم، فبقول إنه رينيم إنه الأولد نيم وهي النيو نيم، تمام، وهذا الأولد وهذا، وهنا إن بليس بتساوي ترو، صرنا عارفين إيش معنى هذا الكلام. هنا غير أسماء الأعمدة، إيش عملهم؟ إنهم كلهم عملهم lower case، column dot lower for column in movie. لا، هذا كله في الذاكرة في الميموري. أكيد خلصت هذا الكلام، بدي أرجع أكتبه مرة ثانية، فبروح بكتب df dot to csv بدل to ولا write csv. two format we read underscore format. هذا كله في الذاكرة، بعد ما أتخلص المعالجة تبعتها شو بسوي؟ ممكن أحفظها على ملف بالفورمات اللي بدي إياه، بعد ما أنا اخترت أعمدة معينة أو صفوف معينة. عندي كذلك الـ value count، اوكي. طيب نيجي الآن بالنسبة للـ missing value. الـ missing values عشان تكون الأمور واضحة، نفترض ان في عندي عمودين A و B، لنفترض ان انا بتعامل مع داتا سيت متعلقه في العقارات، تمام، ان انا عندي العقار انه عدد الغرف مثلا والمساحه، هذا العقار فيه 3 غرف والمساحه تبعته 150، هذا
في غرفة واحدة والمساحة تبعته 18، هذا في 4 غرف والمساحة تبعته 200. لأن على الميسنج فاليو ممكن أحكي إنه في عندي عقار مش معروف عدد الغرف اللي فيه والمساحة تبعته 130، أو العكس أقول إنه هذا المساحة تبعته مش معروفة تمام، لكن في غرفتين، وفي احتمال إنه يكون هذا العقار مش معروف عدد الغرف ومش معروف المساحة تبعته. واضح شو معنات إنه يكون في عندي missing value؟ يعني أنا عندي البيت هذا مسجل في قاعدة البيانات أنا عندي، ولكن مش معروف كم غرفة فيه، مش مسجل، بيان هذا مفقود أو مش معروف المساحة تبعته بهذا الشكل. فالآن طريقة التعامل مع الـ missing value، في أنا عندي طريقتين. خليني أضيف عمود ثالث بدي أقول إنه هو الـ price، هذا سعره 15، خلينا نعتبر انه البرايس هذا بالألوفات، هذا سعره 40، هذا سعره 7، هذا سعره 60، هذا سعره 33، هذا سعره 20، 24. طريقة التعامل مع الميسنج فاليو، يا إما السجلات اللي فيها ميسنج بس بشيلها، فبالتالي راح يشيل هذا السجل وهذا وهذا تمام، أو راح يشيل الأعمدة اللي فيها missing، فبالتالي راح يشيل هذا وهذا. أنا بختار، بحدد التعامل مع missing، يا إما بشيل السجلات اللي فيها بيانات مفقودة، بشيل السجل كله بالكامل، أو بشيل الأعمدة اللي فيها missing value. طبعا هذا الكلام بيتحدد إنه حسب. ليش أنا عندي عمود، أنا عندي فيه 10,000 قيمة وفي فقط 700 مفقودة، أروح أعمل دروب للكولوم كله؟ لا، بعمل دروب للسجلات، لل 700 من ال 10,000 أحسن لي. لكن عمود فيه 10,000 قيمة و 9,000 مفقودات، بعمل دروب للكولوم كله أريح لي تمام؟ فهذا القرار إنه أنا بحدده في التعامل مع الميسنج فاليو. طيب كيف بدي أعرف إنه إذا في ميسنج فاليو ولا لا؟ في عندي دالة اسمها is null، بتروح بتطلع لي انه زي ماتريكس زي هيك، وبتحط لي true او false بهذا الشكل. فخلينا نطبقها. على الموفي داتا is null. وانا بالمناسبة ممكن اعملها على عمود معين، اختار عمود واقول له انه is null، بيقول لي انه العمود هذا فيه missing value ولا لا تمام. هنا ممكن نختار عمود معين، مثلا ال director dot is null، ايش راح رجع لي؟ لستة من كم عنصر؟ 1000 عنصر. ايش فيها؟ اذا كان السجل هذا مفقود ولا لا؟
طب كيف بدي احدد انه بدي اعرف انه كلهم فولس؟ ايش بعمل؟ كيف؟ يجي السؤال انه انا كيف بدي اعرف انه انا عندي كلهم فولس؟ is null بتساوي true. انا عندي sum اذا كان sum 0 يعني مثلا بدي افترض انه انا في عندي list بتساوي اللي قال list 1 لانه هذا keyword تقول true false. هاي sum list 1 خلينا نعرف list 2 كلها true list 1 مشكلة تمام list 2 كلها true list 3 كلها false أنا زميلتكم بتقول إنه بدنا نعمل sum لليست واحد طلع معاي اثنين تمام؟ فيها missing ولا فيش فيها missing؟ فيها missing طب كيف أحطها ك condition؟ فيها missing ليش؟ لأنه السم ما بيساوي نعم هذا الكلام لو طبقناه على list 2 يفترض يطلع true تمام؟ وثلاثة طبيعة الحال false لأنه السم ما بيساوي طب في طريقة تانية؟ في عندي دالة بلت ان اسمها any في البايثون بديها ليست واحد شو معنات هذه الدالة؟ شو معنات هذه الدالة؟ إذا أي عنصر any value إنه true بروح برجع لي true معنى ذلك إنه على list 1 حترجع true على list 2 true على list 3 false ف true true false كمان مرة ال any هي دالة انه اذا اي قيمة على الاقل بده قيمة واحدة any value انه تكون true بروح برجع true اذا كانوا كلهم false برجع false وفي المقابل في عندي دالة تانية اسمها all انه لازم تكون كل العناصر true عشان يرجع true بالضبط list 1 all list 2 all list 3 فايش النتيجة المتوقعة؟ false انا بدي اياهم كلهم يكونوا true فبالتالي false true false يعني حكينا list 2 كلها true وlist 3 كلها false false true false تمام؟ بهيك أنا بقدر أحدد إنه العمود هذا فيه missing value ولا لا. تمام؟ هنا بروح بجيب sum
بهذا الشكل بروح بديني ملخص لكل الأعمدة. نقول movie data dot is null dot sum. فبروح بحكي لي انه كل صفار يعني ما فيش ولا عنصر فيه null ما عدا ال revenue in millions في 128 value null وال meta score في 64 value null بهذا الشكل. طيب في عندي الداله دروب ان اي شو بتعمل؟ راح تعمل ديليت للرو اللي فيها نال فاليو. ديليت للروز كم رو احنا عندنا؟ 1000. تمام بدي اعمل دروب يبقى موفي داتا دوت دروب. في عندي خيارين، يا اما بحكي هنا ان بليس بتساوي ترو او بخزن الناتج في داتا فريم ثاني، فممكن احكي انه كلين موفي بتساوي عشان هذيك لو احتجتها انه تضلها موجوده دروب ان اي، وبدي اشوف الشيب تبعها. قديش صار؟ 838 خسوا، بدل ما كان 1000 صار 800، شال السجلات اللي فيها missing value. أي سجل في فيلد واحد على الأقل في missing على طول بروح بشيله. تمام؟ طيب لو أنا بدي أعمل drop للكولومز اللي فيها missing value، إحنا كم كولوم إحنا في عنا فيها missing value؟ 2 اللي هم آخر 2 هدول. طيب لو بدي أغير بروح هنا في الـ drop an a بحكي انه الـ axis بتساوي 1 و by default الـ axis بتساوي 0 0 يعني للسجلات 1 للأعمدة. بحدد الـ axis المحور اللي انا بدي احدف عليه 0 افقي 1 عمودي. تمام هذا بدي اسميه 2 وهنا 2 عشان نشوف الشيب تبعهم قديش راح يصير. فهنا ضلوا 1000 سجل بس صاروا 11 9 بدل 11. تمام تمام. احنا عملنا لهم دروب صح؟ فالآن في أنا عندي في clean movie 2 في أنا عندي 9 أعمدة ولا واحد فيهم null. طيب الآن بدنا نشوف طريقة بدنا نعالج هدول الاثنين اللي فيهم المشكلة، فبدي أخذهم على جنب. بدي أعمل data frame اسمه revenue بتساوي movie data. بدي اخذ هذا العمود. وهنا شوفوا التايب تبعه. ايش التايب تبعه؟ عمود سيريز.
تمام. شوف الفاليوز اللي موجودة هنا عبارة عن عمود، زي ما بتشوفوا انه هنا نقط نقط نقط، والميسنج فاليو لحسن حظنا انه في واحد موجود امامنا هيو محطوط نان. نان نوت ا نمبر، نان نوت ا نمبر، في هنا واحدة وفي هنا واحد. طيب هدول احنا عملنا يعني في السابق احنا عملنا دروب، الان نشوف طريقة ثانية انه احنا بدنا نعالجهم. طيب هذه ما دام انه هذه عبارة عن ليست، ممكن اجيب اعمل عليها عمليات زي ايش مثلا؟ اجيب الماكس مثلا والمن، وحتى في عندي المين. يعني كل العمليات اللي بتكون موجودة على الليست ممكن اعملها عليها، تمام؟ احنا معنيين في المين، بدنا ناخذ المين. فالمين هذه انا بدي اخزنها في بدي اخزنها في فاريبل اسمه ريفينيو مين، بتساوي ريفينيو دوت مين، تمام؟ معايا لغاية الآن؟ طيب حكيت بدنا نروح العمود هذا، وهي نشوف الفاليو هنا، الفاليو 82 على ما اعتقد. العمود هذا بدنا نعبي بالضبط فيل ان اي بالمين. ممكن احط الباراميتر هذا فاليو بتساوي وهنا بنحط in place عشان ما اضطرش اقول انه revenue بتساوي revenue في الـ NA true. بس قبل ما انفذ هاي الخطوة بدي نرجع نتأكد قبل انه في null ولا لا. is null dot sum قديش؟ 128 فاليو. هنا بدنا نستبدلهم ونرجع مرة ثانية نشوف نتأكد زيرو، تم استبدال كل القيم. طب نشوفهم، احنا كان في الجزئية الأخيرة في كانت تنتين فيها ميسنج، هتلاقي انه تم استبدالها ب 82 وب 82 فعلا. طيب الآن أنا أخذت العمود هذا على شقة واشتغلت عليه وعملت له هاندل للميسنج فاليو. يعني أحد الطرق للتعامل مع الميسنج فاليو إنه إيش أسوي؟ أنا في عندي قيمة مفقودة، فبروح بإيش بروح باخذها؟ بستبدلها بالمتوسط إذا كان التشتت أو الستاندرد ديفيشن مش كثير، يعني مش حيبعد عن المتوسط، فعشان هيك ممكن يكون آمن إنه أنا أحط المين. طب البيانات الأصلية تبعتي بدنا نرجع نشوف ايش فيها ميسنج. شو اللي صار؟ انا في الموفي داتا، مش انا اخذت العمود على شقه، بس شو صار؟ بيأشر على نفس المكان، ما اخذتش منه كبي، انه هدول بياشروا على نفس المكان، اخذت عمود خزنته في فاريبل، بس الفاريبل هذا بياشر على نفس المكان للديتا فريم، للعمود هذا في الديتا فريم، فبالتالي انه اتس افكتيف. والثانيه ممكن اعملها بنفس الكيفيه، تمام؟ طيب ممكن اخذ لعمود معين
اعمل describe لسيريز. describe تبع السيريز غير describe للداتا فريم. data frame بجيب لي الكاونت والمين والماكس والمن والستاندرد ديفيشن وكل هاي الامور. هنا ايش بجيب لي؟ بجيب لي الكاونت وعدد اليونيك فاليو وعدد التوب و التوب اللي هي اكثر شيء تكرار. ايش انا في عندي اكثر افلام متكرره؟ الاكشن والادفنتشر والساينس فيكشن، تمام؟ والفريكوانسي تبع التوب. ف هنا ممكن اختار عمود واشوف اعمل له ديسكرايب، فبطلع انا عندي قديش يونيك فاليو. انا في عندي 1000 سجل، بس ال 1000 سجل هدول عباره عن كاتيجوري، والكاتيجوري هدول محدوده. قديش عدد الكاتيجوريز اللي موجوده هنا؟ 207. المعلومه هذه بتفيدني لما انا بدي اعمل هاندل للميسنج فاليو تبعت الكاتيجوريز. شفنا الهاندل للميسنج فاليو للارقام، لكن الكاتيجوريز هذه المعلومه بتفيدني. تمام؟ وممكن كذلك اجيب من العمود هذا اذا انا مش غلطان. كيف A series has no unique value. اوكي يونيك لحال، لا انا بدي القيم تبعتها، انه هدول 207 ايش هم يعدل لي اياهم. هيك عدل لي اياهم فعلا. فقلت لو شفت الطول تبع هاي لين 207، يبقى اليونيك بتروح بترجع تعمل لي ليستنج لليونيك كاتيجوريز، تمام؟ سرد لي اياهم كلهم. في انا عندي الفاليو كاونت، بروح بجيب لي كل فئه. في عندي افلام الاكشن والادفنتشر والساينس فيكشن 50 فيلم، الدراما 48، الكوميدي 35. طبعا ممكن يكون الفيلم انه له اكثر من ثيم، اكثر من نوع، اكثر من جينر، تمام؟ ف اسمها value count dot value counts. كيف؟ مش سامع. صحيح، تمام؟ جاب لي اياهم، وانه فعلا انه انا عندي التوب اللي هي هذه الكاتيجوري وفيها 50 زي ما اجى هنا، انه هاي هذه التوب كاتيجوري فيها الفريكونسي تبعها 50. تمام؟ بيجي بعديها الدراما 48، بيجي 35 وهكذا. طيب احنا اخذنا قبل هيك اللوك، صح؟ واللوك احنا بنستخدمها لايش؟ لتحديد صف بناء على كي اللي هو الاندكس. في انا عندي اي لوك بستخدمها للنيوميريكال اندكس، تمام؟ يبقى هنا الاي لوك للارقام. فهنا انا بحدد انا بدي من الصف الاول للصف الرابع، تمام؟ وهنا بدي من العمود هذا للعمود هذا، عفوا من الكي هذا للكي هذا، من الصف هذا اللي هو الكي تبعه كذا للصف هذا اللي هو الكي تبعه كذا. طيب ممكن اطبق
conditions. بدي كل الأفلام اللي المخرج تبعها ريدلي سكوت. بدي كل الأفلام اللي المخرج تبعها ريدلي سكوت. طبعا عشان نفهم هذا الكلام بدي أرجوف الستيتمنت هذا. إيش هي الستيتمنت؟ اللي هي موفي داتا دايركتور بتساوي ايش بترجع لي؟ لستة من كل الافلام، هيهم 1000 فيلم، ايش قبال كل واحدة؟ يا فولس يا ترو. اذا كان المخرج هو هذا بحط قباله ترو، كان بحط فولس. طب كيف بدنا نحدد السجلات او الافلام اللي السجل تبعها ترو؟ بنحطها في الكونديشن زي هيك. بعمل انه بحدد العمود هذا بيساوي كذا، فبالتالي ببساطة بقول بحط هذا الكونديشن كله. لاحظوا انه انا بكرر، هي حطيت سبيسز عشان تكون مفهومة بالنسبة لكم. يبقى هنا انا بحدد سبسيت، تمام، وهي الكونديشن تبعها انه ايش؟ انه برجع بكرر انه بدي الدايركتور تبع هذه الداتا سيت انه بيكون ريدلي سكوت. كم فيلم مخرج هو؟ ممكن نشوف الشيب تبعها دوت شيب. شيب بدون اقواس. مخرج 8 افلام، هذول 11 عمود، 11 عمود ثابتين. الكونديشن الثاني هذا ممكن يكون انه شو اسمه، بدي الافلام الريتنج تبعها اكبر من كذا. ممكن استخدم الاور انه يكون المخرج كريستوفر نولان او ريدلي سكوت، فبستخدم الاور بهذا الشكل. تمام، بحط باقواس. هنا استخدمت بطريقة تانية، بدل ما استخدمت الاور استخدمت is in. للناس اللي اخذت ال SQL يعني مثلا على سبيل المثال انه select customer from where customer id in بدي له لسته بهذا الشكل. هنا في عندي اكثر من شرط. ايش هي الشروط هذه؟ بدي الافلام اللي بين ال 2005 وال 2010 اكبر منه اصغر من او تساوي، تمام، بيناتهم اند. بعديها هنا انه الريت اعلى من 8 والعائدات تبعتها هنا وكأنه أنه أعلى 25 يعني أعلى 25% من العائد يعني اللي لها أعلى العائدات اللي هو التوب 25%، تمام، اللي هو 25% in revenue. تمام. طبعا الفانكشن لنشوف كيف نستخدم فيها الماب هنا يعني قريبة من الباب، انه على سبيل المثال بعرف فانكشن ريتنج فانكشن اذا كانت الاكس اكبر من 0.8 فبالتالي برجع جود، وهنا برجع باد. فعليا هو ايش بده يسوي؟ بده يستبدل الريتنج هذا، الريتنج اللي هو بالارقام، ايش بده يستبدله؟
كاتيجوري، فئتين جود وباد، على أي أساس؟ أكبر من 8 جود، أقل من 8 باد. هذه العملية اسمها فيتشر انجينيرينج. يعني في بعض الأحيان إنه بتكون إنه الألغوريثم إنه تديله أرقام زي هيك إنه بعرفش إنه هو يتعامل معها، بس لكن تديله فئتين بس ممكن إنه هو يحسن الأداء. هنشوف هذا الكلام في الماشين ليرنينج. يبقى هذه الدالة F و Else وكله بعمل return لسترينج. هجيت هذه الدالة إحنا بدنا نطبقها بعد ما عرفناها زي فكرة الماب بالضبط. بقول إنه نفس فكرة الديكشنري، هذا العمود موجود اللي أنا معلم عليه، مش موجود. لما بعمل assignment إيش راح يصير؟ يعني إضافة، راح يضيف عمود جديد للديتا فريم تبعتي. العمود الجديد هذا إيش بيساوي؟ راح أخذ الريتنج وراح أطبق عليه هاي الدالة. كل for each row for each value في هذا العمود apply هذه الفانكشن زي فكرة الماب بالضبط. كيف؟ صحيح تمام؟ يعني هذه أنا لو بروح معرف دالة زي هيك def وهنا أنا بدي val، بقول إذا كانت ال val أكبر من أو تساوي return root else return bad. هجيت هذه الدالة أنا هطبقها على العمود ومش هضيفها في عمود جديد عشان أنتوا تشوفوا كيف شكل الليست. فبقول إنه الداتا فريم اللي هي الموفي داتا دوت هذا العمود دوت أبلاي هاي الدالة. فانكشن A لا بدون لا 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 في البايثون ال 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 السنجل كوتس والدبل كوتس نفس الشيء. اوكي انا مش شايف. تمام هجيت انا بدي اوريكم هذا العمود قبل عبارة عن أرقام وبعد صار عبارة عن good وبعد. قلت هذا بدي أضيفه أنا على عمود جديد على الـ data frame كعمود جديد. هنا cat rating أو rating cat بيساوي هذا الكلام اللي هو هذا العمود هذه الفاليوز يعني عبارة عن تمام. الآن شو نشوف شكل نضاف. أنا عندي عمود جديد اسمه في الآخر حتلاقيه هيو rating cat وإنه هنا محطوط good or bad. تمام هنا اجينا اللمضة نعرف ده لا عرف anonymous function
هنا بدل ما اعمل def للدالة والدالة هذه انا اروح استدعيها، بقول له انه anonymous function lambda x تمام good if else bad بهذا الشكل. فبالتالي انه الكود انه more productive. طيب الان احنا بدنا نتوقف هنا في هاي التوتوريال لعند البلوتينج، لانه البلوتينج بدنا نضيف في درس منفصل، وهلقيت احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نحل اكسرسايز على الكاجل مع بعض.